ايوه يا مولانا، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام وحكاته. انا هتكلم مع حضرتك باني من اهم الاشياء اللي الرجال المفروض تاخد بالها منها هو ان التكلم عن امراه اخرى مع زوجته، او يقول ان انا شفت كذا او كده وكده، دي حاجه مرعبه جدا جدا لمشاعر المراه. فمن هذا المنطلق سؤالي بالتحديد، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، واخد بال حضرتك، الآية اللي في سورة النساء بتقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، أنا ما خرجتش عن الموضوع، فانكحوا هذا الفاء فاء التعقيد، يبقى إذا النكاح هنا اللي بيتجوز بنتي عنده 50 عندها مثلا 16 سنة أو 20 سنة وبيحلل لنفسه الجواز ده، مع إن ربنا قال فانكحوا. اذا عدم القسط في التعامل مع اليتامى، وقال فعلشان نتعامل مع اليتامى فانكحوا. اذا النكاح هنا لو عايزين ننكح ام اليتامى حتى يكون لنا حل في الجلوس معاها. فالناس بتستغل الكلام عن الزواج ان اختار واحده صغيره، وبستشهد بكلام الشيخ الطيب ان قال كده اتحدى اي حد يجيب لي ايه او حديث يوجب الزواج الثاني. فأنا عايز أقول لحضرتك ربنا قال فانكحوا، فدي عايزين نديها نصيحة، النكاح الثاني لا يجوز إلا من أمهات اليتامى حتى نقسط ونحقق القسط. طيب أنا أكلم حضرتك، أنا أقول لحضرتك أستاذ فتحي، لا يعني مش هنقدر نصل إلى هذه الحال، ولكن النكاح الثاني له شروط وله ضوابط وله معايير، وهذه الضوابط والمعايير لابد أن تتوفر ولابد أن يكون لها سبب، لكن لا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن احنا نقول أن احنا نقيد النكاح الثاني في أمهات اليتامى. فإذا ما كانش في أمهات يتامى فالنكاح الثاني لا. فواحد مثلا زوجته هي اللي قالت له روح اتزوج لأننا مريضة، ولأننا في الحقيقة طبعا أنا بقول أن الناس كل ما كان بينها حالة من حالات جبر الخواطر وعدم كسر الخواطر والحفاظ على الزوجات والحفاظ على خواطرهن، فالأمر دوت هو دوت من حسن العشرة. أمال إيه اللي هيفضل من حسن العشرة إذا ما كانش الزوج يتوقف عن كسر خاطر زوجته؟ لكن لا نستطيع، النص لا يساعد على أن الزواج إنما يكون من أمهات اليتامى، يعني جزء. نعم؟ إذن وعشان كده في الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فمش هينفع خالص إن احنا نقيده في أمهات اليتامى، لا خالص. احنا عندنا كلام واضح ودقيق ورصين، احنا عندنا إن الزواج الثاني له شروط، يبقى له شروط، يبقى في حالات بيكون فيها الجواز الثاني بشكل واضح. طيب الحالات اللي بيكون فيها الزواج الثاني والشروط اللي هي متطلبة في الزواج الثاني بتخلينا نعمل ايه؟ بتخلينا نركز في جوازنا ونحافظ عليه، ونشتغل في مسألة الإرشاد الزواجي، ونشتغل في الإصلاح الزواجي، ولأن الإصلاح ما بين الزوجين سواء اللي هيعملوا ده الأزواج أو هيعملوا غيرهم ده من أفضل المثوبة ومن أفضل الأعمال الصالحة. يبقى بلاش نيجي نقول الكلام ده عشان إحنا نخلي الناس ما تروحش. وبعدين مين قال ان احنا عندنا يجوز ان ال ان 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 الفتاه وهي عندها 16 سنه او شيء من هذا تروح تتجوز؟ احنا ما عندناش ده، احنا عندنا سن قانون الجواز لابد من الالتزام بيه، وما ينفعش نتزوج خارج هذا السن القانون. فاذا المساله واضحه، مش محتاجه ان احنا نتكلف لده سبب من اسباب التحريم او شكل من اشكال التحريم، لان المساله واضحه. ما عندنا من ضوابط في الشريعه تمنع الرجل من أن يكسر خاطر الزوجة، فما عندنا من ضوابط يحافظ على كرامة الزوجة الأولى، ما عندنا من ضوابط يحافظ عليها من ألا تظلم، يحافظ عليها من ألا يساء إليها.